النهاردة بقى هعمل لكم صينية كنافة بالمانجا خطيرة، وفي نفس الوقت صيامي واقتصادية جدا جدا جدا. طعمها رائع، حلو جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم مش مكلفة خالص، بمانجاية واحدة هنعمل القمر دي. تحفة، شفتوا الجمال ده كله؟ صيامي ماشي، طعمها خطير. تحفة، دي كلمة قليلة، لازم تقوموا تجربوها دلوقتي، خطيرة. طعمها يعني كده حاجة فوق الخيال، ترطب على قلبك في الجو الحر ده. بصوا الجمال، يلا بسرعة جربوها، طعمها خطير. ما كلفتناش اي حاجة خالص، يعني بسيطة وصيامي وخفيفة ولذيذة وطعمة يا قمر. عايزة اقولك نص كيلو كنافة ومانجاية وباكو جيلي بطعم المانجا، هتعملي احلى واجمل صينية كنافة بالمانجا، بجد حلوة قوي، وكمان صيامي، حاجة حلوة في الصيام واقتصادية. اول حاجة معانا نص كيلو كنافة، بتجيبيه طبعا قبلها بيوم او الصبح بدري، بتحطيه في الفريزر يجمد، وبعد كده يا اما تفتفتيه بايدك قوي قوي وهو متلج، يا اما تعملي زي حالاتي وتحطيه في الكبة. طبعا انا قطعتها وحطيتها في الكبة وحديها فرمة كده، بس عايزاها تبقى مفتتة خالص زي الرملة. طبعا لو مفيش كبة تقدري بايدك يعني تفرميها قوي. وفي الوقت ده كنت قايده الفرن على اعلى درجه حراره، رف فوق المتوسط، هنا فرمتها في الكب اهوت، وفضيتها في اي صينيه تكون بتدخل الفرن من غير ما احط عليها اي مواد دهنيه. حابه في المرحله دي تضيفي معلقتين من الزيت، مفيش مشكله، زي ما بقولك هي صيامي، فلو حابه تضيفي مواد دهنيه ضيفي زيت، مش حابه خلاص. بصي بقت عامله زي الرمله، زي هدخلها الفرن وكل شويه طبعا بفتح اقلبها وارجعها تاني عشان ما تتحرقش من الارضيه. هحط عليها معلقتين ثلاثة من السكر البودر، ولو مفيش بودر تقدري تحطي حبة عادي خالص مفيش مشكلة. طبعا حطي سكر على حسب رغبتكم، انتوا حابين الحاجة سكرها قد ايه. وبعد كده هدخلها الفرن، وزي ما قلتلك كل شوية بفتح الفرن واديها تقليب علشان ما تتحرقش من الارضية، كل شوية نفتح الفرن ونديها تقليب. طبعا انا دخلتها الفرن وكل شوية اديها تقليبة، لكن حسيت ان هي هتتلسع من الارضية، فحطيت معلقتين زيت، فطروا الدنيا معايا شويه، فحطوا معلقتين زيت علشان ما تتلسعش منكم الارضيه. وجبت مانجايه واحده، طبعا المانجا متوفره بكثره في السوق، طبعا حطيتها في الفريزر جمدت عشان اعرف اقشرها. اخدت طبعا اللي اخدته عشان اعمله عصير، والباقي عصير للكريمه بتاعت الكنافه، والباقي شلته عشان هزين بيه الوش. معايا كيس كريم كرم، كيس اسفه جيلي بطعم المانجا، هحطه مع كوباية صغيرة من المية مع معلقتين سكر واقلبه كويس قوي. طب انا عايزاه يبرد بسرعة علشان عايزة اخلص الكنافة بالمانجا، هحط كم مكعب تلج كده علشان يبرد بسرعة. بعد كده هجيب برضو الكبة، طيب لو مفيش كبة تقدري تستخدمي الخلاط عادي خالص مفيش اي مشكلة. هجيب انا هنا حطيت كم مكعب تلج علشان تبرد، يعني مش لسه هستنى لما تبرد واخد وقت، لا عايزين نخلص كل حاجة واحنا واقفين. هجيب طبعا الكبة احط فيها المانجا، وهحط فيها 3 معالق كبار من الكريم شانتي الخام صيامي، يعني بتروحي عند محل مستلزمات الحلواني تقولي له عايزة كريم شانتي صيامي، تمام. طيب يا نرمين انا ما عنديش كريم شانتي، تقدري تستعملي بس كيس اسمه ايه اللي بطعم المانجا، كيس الجيلي اللي هو بطعم المانجا. تقدري في المرحلة دي بقى تستخدمي كيسين، هتحطي تقلبيهم زي ما احنا عملنا كده وتدلقيهم على المانجا وتديهم ضربة، يعني هيبقى حلو بديل للكريم شانتي ده في حالة ان انت مش لاقياه، وهتديهم فرمة كده كويسة، وظبطي سكرك بقى على حسب رغبتك، وهيبقى معانا بالشكل ده كده. هنجيب بقى اي صينية نقدم فيها، او كبات او كوبايات او اي حاجة تقدري تقدمي فيها. هنحط شوية كريمة في الارضية كده اهوت، ونبتدي نسوي بيهم الصينية، ونجيب بقى الكنافة بتاعتنا اهي بعد ما خرجت من الفرن وبردت، هنبتدي نحط طبقة كنافة، ندي بقى كم مكعب مانجا. يعني بصي ترتيب الطبقات دوت مش هنختلف عليه، يعني رتبيها زي ما تحبي.
شويه كنافه شويه مانجا شويه كريمه شويه كنافه شويه مانجا شويه كريمه كده اهوت لحد ما تخلصي الكنافه. نص كيلو عمل لي صينيه خطيره بنجيبها من بره برقم، وهحط شويه مانجا كده اهوت اهو، واخر شويه كنافه، واجيب بقى الكريمه بتاعتي كلها اللي في الكبه واحطها على الوش. بس اخدت شويه خالص وجميله وترطب على قلبنا في الجو الحر، يعني عايزه اقولك حلوه قوي قوي، وبالاخص بقى لما بتسيبيها في الثلاجه 3 4 ساعات كده بتبقى تحفه بجد. هننزل بقى بباقي كميه الكريمه اهو، ومنجايه عملت لنا وليمه، هي منجايه كبيره اللي هي المانجا النعوم دي، بتبقى المنجايه يعني ما شاء الله كبيره كده، فلا حلوه بجد يعني. هاتي كيلو اغسليها وحطيها في الفريزر، وتقدري في اي وصفه تستعمليها خطيره. وبعد كده هجيب بقى باقي مكعبات المانجا، خدت كام مكعب كده وهحطهم على الوش. وعايزه بقى انا شكل الكنافه يلمع زي اللي بتتباع بره، انا سبت شويه جيلي في الكوبايه زي ما هم علشان احطهم على الوش يلمعوا لي شكل الصينيه ويبقى شكلها حلو كانك جايباها من بره بالظبط بالمنظر دوت كده اهو. طبعا يعني حلاوتها بقى لما تتحط في الثلاجه 3 4 ساعات، لكن انا طبعا حابه اوريكم شكلها، حلوه جدا جدا. بس لما تعملوها سيبوها في الثلاجه شويه تسقع كده، يعني اعملوها الصبح وكلوها بالليل بعد العشاء كده او بعد الغداء، حلوه جدا جدا بجد يعني. بص شكلها خطير، انا نفسي معجبه بشكلها وطعمها عالم ربنا، حلو جدا جدا، لازم تجربوها هتعجبكم. تعالوا بقى نقطع كده مع بعض، نطلع كام قطعه. طبعا زي ما بقول لكم انا تسيبوها في الثلاجه شويه كده تمسك نفسها، هتبقى حلوه جدا. روحتي فين يا نرمين؟ اكيد بجيب حاجه اقطع بيها. بصوا يعني طريه وجميله وفي نفس الوقت متماسكه، يعني بالاخص بقى لو يعني انا ما كملتش حطيتهاش يعني في الثلاجه تقريبا ما كملتش ربع ساعه وطلعتها، قلت اصورها لان جوجو عايزه تاكل منها، فقلت اصورها قبل جونيرا بتاكلها وبوظها. بصوا شكلها حلو جدا، طعمها بقى خطير. تصدقوا بقى ان دي صيامي؟ عايزه اقول لكم البنات هما بياكلوا منها، يا مامي انت واثقه ان دي صيامي؟ قلت لهم ايوه يا ولاد عيب. بصوا بجد جميله، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. لو وصلتوا بقى في الفيديو لحد هنا ما تنسيش طبعا تعليق حلو منكم ولايك وشير كتير كتير للقناه، ولو انتوا اول مره تشوفوني على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتي وشير كتير، خلي الكل يستفاد والكل يعرف يعمل اكلات اقتصاديه وحلوه وجميله. وطبعا بألف مليون هنا وشوفها مقدما على قلوبكم اذا جربتم الوصفه وعجبتكم، واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. بصوا الجمال، بصوا شكلها، شكلها بيتكلم يعني بجد حلوه قوي. بصوا انا واقفه عماله اكل يعني طعمها حلو جدا. دي بقى الصبح بقى كده مع كوبايه قهوه، يا سلام، ما اقولكيش بقى على الطعام ولا الحلاوه. يلا بألف هنا وشوفها مقدما على قلوبكم اذا جربتوها عجبتكم، شوفوا في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين، وباي باي. لازم تجربوها ما تنسوش.